نعم محمد، وزارة الدفاع البريطانية في بيانها في تقييمها للحرب ركزت على أمرين: أن الروس يتقدمون في الدنباس ويحققون نجاحات تكتيكية، لكنهم أخفقوا في الأهداف الأولوية الأولية والرئيسة الكبرى لحملتهم العسكرية. ماذا عن تفاصيل الأمرين؟ نعم، على وزارة الدفاع البريطانية اعتمدت على تقرير استخباراتي بريطاني، ونحن نعلم أن الاستخبارات البريطانية كانت سباقة إلى الكشف عن الحرب أو نوايا الحرب الروسية تجاه أوكرانيا في وقت شكك الكثير في ذلك، لكن بالأخير صدقت التنبؤات البريطانية وتنبؤات الاستخبارات البريطانية. التقرير الذي كشفت عنه وزارة الدفاع هنا في بريطانيا يقول أن 90% من منطقة لوهانسك تم السيطرة عليها من طرف القوات الروسية، وأن 10% الآن في حالة حرب، خاصة الصراع أو حرب الشوارع الدائرة الآن في المنطقة الشرقية. وبحسب الاستخبارات البريطانية فإن منطقة دونباس ستسقط بيد القوات الروسية بعد أسبوعين على أبعد تقدير. هذا الاحتمال يضع أن منطقة دونباس قد تحسم على الأقل بحسب الرواية البريطانية بعد أسبوعين من الآن. النقطة الأخرى التي أشار لها التحقيق البريطاني هو أنه روسيا تحاول أن تستنزف القوات الأوكرانية عبر إطالة هذه مدى هذا الحرب، ناهيك عن النقطة الثالثة التي أشار إليها التحقيق البريطاني، وهي أن موسكو أو روسيا تتجه كذلك إلى المعارضة الأوكرانية، كأن الحديث القديم يعود إلى الواجهة مرة أخرى، وهو محاولات موسكو بأن تسيطر على كييف عبر دعم المعارضين السياسيين الموالين لروسيا. بالتالي التقرير كذلك يكشف عن الفشل الروسي في السيطرة على المراكز الحكومية وعلى العاصمة كييف، لكن هذا التقييم يبني تحقيقه على بداية الحرب. روسيا اليوم مختلفة تماما عن روسيا الأمس. روسيا اليوم تسيطر على منطقة دونباس، على مدينة ماريوبول، على مدينة خيرسون، إضافة إلى سيطرتها أو إعادة السيطرة سابقا على شبه جزيرة القرم عام 2014. وبالتالي روسيا اليوم في الجنوب وفي الجنوب الشرقي وفي الاتجاه الغربي لديها قوة أكبر قد تساعدها في التوجه نحو كييف، خاصة أن زميلي من هناك من كييف كشف النوايا تجاه الحدود البيلاروسية مع أوكرانيا.